سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ پلیز کلک دا بیل آئیکن. طرف چکلمک سر نہیں السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أخواتي وأخواتي الكرام؟ أنا مهدي من سوريا، من حما، وأقيم في بورصة في تركيا، والتقيت بالعم محمد إشراق بارك الله فيه، والآن نقرأ إن شاء الله. بسم الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، قلوا آمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واغض الدين عن المدينين، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج. السلام عليكم. الآن احنا في القرية العثمانية، هذه القرية عمرها 700 سنة كانوا يعيشوا فيها العثمانيين، فهذا المنزل هو منزل الأولودق كونغ،
كان مثلوا في مسلسل أرض الطيبة، كان منزل زهرة، فمثلوا بهذا المنزل مسلسل الأرض الطيبة. فبعد ما انشهر المسلسل الأرض الطيبة حولوه مطعم ريوق فطاير وفطور. نعم. فكان هنا، كان هنا الشيخ يوسف يحفظ قرآن للأطفال في هذه القاعدة. فهذه صور الناس اللي عاشت هنا، أو العائلة، شجرة العائلة اللي عاشوا هنا، الجد الكبير، الجدة، بعدين العم، الخالة، بشكل عام. فهنا يعملون مربيات كله أورجينال، شغل إيدهم يعني، شغل قروي. فهنا زار المكان أردوغان مع زوجته، هاي شريفة صاحبة المنزل هذا، منزل أرض الطيبة، وهذا النسوان القرية العثمانية. هاي الصورة بالألفين وخمسة عشر تقريبا، عام 2015. فها كل وحدة عندها منزل في القرية العثمانية، من ضمنهم شريفة وهذا منزلها، وهاي شريفة هذول عائلته طبعا الله يرحمهم. هذا الجد، الجدة، العم، الخالة، بتسلسل حتى هنا الأب شريفة، هناك العم، الخال، وهي شريفة لما كانت عروس هنا، أول ما دخلت المنزل هذا اجت لهنا عروس. هاي البنت بنتها لشريفة الآن هي أم هذول الولاد. فهذه البنت الآن عمرها فوق 40 عام، وهكذا يعني. والآن شهرت القرية العثمانية كلها مال بيع. هذا ورق الدوالي، ورق الدالية، فيعملوا بيخزنوا في علب، بيأخذوه بيطبخوه، بيسوون فيه محاشي بشكل عام. وهذه مربيات كلها تازة، شغل إيدهم. هذا التوت، عبارة عن التوت البري، ماكينة تحضر، تجهز التوت وتجهز الشغلات التراثية، القهوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Brother, is anar? Anar, Arabia? Arabia? Huh?